طيب، اليوم موضوعنا إن شاء الله موضوع إداري في الجانب التقني، وهنتكلم عن الأجايل. تمام. طبعا الفترة الأخيرة، يعني تقريبا من 2020، بدأ المصطلح هذا يكون دارج في الشركات، وبدأ الشركات تلتزم به، وهو شيء جميل. وأجايل معناها باللغة العربية معناها خفيف أو بسيط أو سريع. تمام. الهدف من الكلمة هذه معناتها إنه الشغل يكون يعني بسيط وسهل من غير أي تعقيدات، خصوصا في موضوع التواصل بين المطورين والمبرمجين، يكون التواصل سهل. تمام. طيب، هو تطبيق الفكرة مطلوب خصوصا من الناحية الإدارية، ولكن التحدي اللي موجود هو تطبيقها حرفيا، يعني انك تجيبها من زي ما هم يطبقوها في بلدان اخرى وتطبقها انت في مكانك. هذا في الغالب هيسبب تعارضات، وهيسبب احتقانات واحتباسات داخل المؤسسة، يعطل الشغل. تمام. ويزيد التكاليف، وهذا الشيء مشاهد ومحسوس عند ناس كثير، خصوصا استخدام الأدوات وإلى آخره. أنا في تجربة من التجارب وصلوا لمرحلة إنه خلاص، يعني قالوا يعني التطور اللي موجود في الإدارة هذا أصبح يعطل الشغل، تمام، ويطيل في مدة تنفيذ المشاريع. تمام. وهذا أكيد بينعكس في النهاية على سعر الخدمات وسعر المنتجات ومدى رضا العميل، اللي هي محكومة بالسوق نفسه، تمام، محكومة برضو بالطبقة الاجتماعية المستهدفة. تمام. طيب، الصح إنه يتم تطبيق أجايل، ولكن بفهمها وليس حرفيا. يعني أجايل هي مبادئ، تقريبا 10 أو 12 مبدأ الشخص الاستشاري والشخص الإداري لازم يفهمها، يفهم المبادئ هذه، بعدين يطبقها بمراعاة اختلاف الظروف، اختلاف المجتمع، اختلاف العميل. تمام. فهي حيتم تطبيقها، ولكن تطبيقها يكون بطريقة تكون مختلفة. تمام. ولكن مع الالتزام بالمبادئ الأساسية. تمام. هو ده الصح. مين يستطيع أن ينفذ هذا الشيء؟ لازم الواحد يكون إنسان متمكن إداريا وعلى علم عالي في المجال التقني، مش بس معرفة، لا، فاهم برضو الجوانب الفنية على الأقل في مستوى متوسط. تمام. وقتها يقدر يستطيع إن هو يفهم المطلوب ويطبقها بعرف محلي، يعني بشكل بلدي. تمام. طيب، ومن الجدير بالذكر إنه أجايل هي مش شيء جديد. تمام. أجايل هي موجودة في المجالات الأخرى، ومن ضمنها المجال الفني، وتسمى باللغة العربية العجل. لو تبحث في المجالات الأخرى عن مفهوم العجل، تمام، هتحصل في نماذج تطبيقية ليها، مطلوب منك إنك أنت تدرسها وتستفيد منها وتدرس مناسبتها، ليه هي موجودة، إيش الأهداف منها، إيش المناسبة. تمام. لما تفهمها وتوصل لنماذج موجودة عندك محليا، هذا هيساعدك كثير إنك تاخد فكرة عن طريقة التنفيذ أو الطريقة الأسلم في يعني تطبيق المبادئ هذه، ولكن مستوحاة إيه؟ مستوحاة من تجربة فاعلة محلية. تمام. فهذه من الفوائد المهمة، أن الشخص لازم يكون على اطلاع في مجاله إداري، ولكن يطلع على المجالات الأخرى، فني يطلع على مجالات أخرى. ليه؟ عشان لعله يجد قاسم مشترك يستفيد منه بنموذج يستطيع يعني يتعلم منه
ويعيد تطبيقه ولكن في مجال آخر.